في عصر امتلأت به عناصر التكنولوجيا، ظهر مرض التوحد لدى الأطفال بنسبة قليلة، ثم بدأ بالشيوع وهو اضطراب عصبي سلوكي ينتج عن خلل وظائف الدماغ، ويظهر كإعاقة في النمو والتطوير لدى الطفل من خلال السنوات الثلاثة الأولى من العمر، ويستمر مدى الحياة. واعتقد الجميع أنه أعتقد أن الجميع بات يعرف أن هذا المرض اليوم لأنه زاد بانتشار، واليوم سنطرحه من جهة أخرى مع الدكتورة شيماء كامل عبد العزيز، مستشارة تطوير وتدريب وباحثة في المحاور. حياك الله. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يا هلا وسهلا دكتورة. يعني بداية دكتورة، خليني أسألك، ليش إحنا الحين شايفين الانتشار هذا في مرض التوحد موجود في مجتمعنا الآن؟ الانتشار راجع لأسباب كتيرة جدا، بس أنا بشوف السبب الرئيسي هو التوعية والعلم. زمان كان في حالات بس احنا ما نعرفش عنها حاجة، نظرا للإعلام وجهوده الشديدة، جهود التربويين وجهود الجماعات المتخصصة على مستوى العالم العربي سلطت الضوء على اضطراب موجود وقائم ما كناش نعرف عنه حاجة. كانوا بيدخلوا الأطفال في المساق الفكري أو في يعني أي مساق خاص بالتربية الخاصة وما يصنفوش وفق اضطرابهم، لكن بدأ في الأونة الأخيرة الاهتمام والانتشار والمعرفة اللي ناتج عن التوعية وجهود العلماء والمختصين. أما الانتشار كمرض يعني أو يعني كمشكلة، ده انتشار الفكر. أنا بوصل لحضرتك يعني إن الناس عارفة إيه ماهية التوحد من خلال التوعية للناس أو الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة. أما انتشر ليه كاضطراب وسط الأطفال، ده له أسباب كتيرة قوي. إلى الآن لم تصدر منظمة الصحة العالمية أو أي هيئة سبب مباشر وقطعي لحدوث اضطراب التوحد، كلها اجتهادات ودراسات ما نقدرش نجزم بسبب، لكن ممكن نعرض للأسباب ما بين الوراثة، اتجاه يرى إنها بالوراثة، اتجاه يرى إنها بتغيرات المناخ والأشياء المعادن الثقيلة اللي موجودة فيه، ارجعوا للمعادن الثقيلة في بعض المدن الصناعية، اتجاه يرى إن التطعيمات ومنها تطعيم شلل الأطفال، اتجاهات كتيرة ودراسات كتيرة، لكن نقدر نجزم. طب وهذه الدراسات اللي دكتورة عفوا، هذه الدراسات اللي الحين أنت قلتي لي كذا كذا سبب، هل هذه أثبتت صحتها ولا تخمينات أو توقعات؟ كل لا يعني الدراسات ما بتبقاش توقعات، الدراسات بتبقى مبنية على حالات فعلية وتم رصدها، ولكن يعني فعلا أثبتت أنه ممكن إشكالية في التطعيم، إشكالية في التطعيم أو في دراسات أنه وفي إشكالية تعد الطفل أنه يأخذ معدن معين أو شيء ممكن من خلال الجو بيتلقاه، أما وهو الدراسات قالت يعني هو جنين في بطن أمه أو خلال الثلاث سنوات الأولى، وعملوا دراسات على بعض المدن يعني الصناعية دكتورة كلها يعني ممكن حدوثها، ممكن حدوثها بس مش أكيد سبب واحد. في التلفزيون وفي اتجاه يا رب قوة أن التلفزيون سبب التوحد، اتجاه أنا ما أقدرش أجزم أرى وناس عملت دراسات، لكن إحنا ما نقدرش نجزم سبب رئيسي طالما أن ما فيش هيئة أو منظمة للصحة العالمية أعلنت لي سبب مباشر من خلاله تقول هذا هو السبب الرئيسي لحدوث اضطراب التوحد أو حدوث المشكلات المصاحبة لاضطراب التوحد، بدليل ان هناك اطفال الدراسات لما بتعمل على مجموعة في اطفال تعرضت لنفس الاشياء يعني في نفس المدن اللي فيها المعادن الثقيلة وما جاهم شيء بالضبط، فمن هنا لازال في غموض بيسموه الاضطراب الغامض. الى الان لم يكتشف سبب حقيقي ولم يكتشف علاج، الاثنين مع بعض ولم يكتشف علاج. حنرجع يا دكتورة لموضوع العلاج، لكن خليني اسألك سؤال، كيف للام ان يعني تكتشف او تعرف انه ولدها فعلا انه عنده اضطراب في وقت مبكر؟ الام تقدر بسهوله جدا تكتشف ان في مشكله، ولما تكتشف ان في مشكله لازم تتجه للمختص اللي هو هيقول لها ايه هي المشكله. المشكله تبدو خلال الثلاث سنوات الاولى من عمر الطفل، بتتضح بقوه بعد السنه الثالثه. طيب هل انت كأم هتنتظري لين السنه اللي ثلاث سنوات لين ما تحسي ان المشكله في الثلاث سنوات بتظهر كل اعراض المشكله، لكن انت ممكن يتضح فعلا ثلاث سنوات اكتملت الاعراض، بتكتمل السمات اللي تقدر الام من خلالها او اي حد بيلاحظ ان هنا في مشكله خاصه بي وبي وبي اللي هنقولهم دلوقتي. لكن انا بقول دايما لكل ام ما تنتظريش للثلاث سنوات، دايما قبل الثلاث سنوات ابدأي لاحظي طفلك، خصوصا انت لو عندك طفل قبله او حتى لو كنت ام شفتي خاله. اعمل مقارنه بين الطفلين، اعمل مقارنه بينه وبين الطفل الطبيعي، مدى الانتباه، مدى التواصل البصري، بمعنى بسيط بيتابعني بالنظر. خلينا ناخذ الاعراض يا دكتوره.
تمام. هذه الاعراض الان يعني لا، لو هنتكلم عن الاعراض هنتكلم بشكل ده. انا كنت بقول حاجات بسيطه اذا شافتها الام لازم تتحرك، مش كل الاعراض لان كل الاعراض ما بتظهرش قبل الثلاث سنوات، بس في حاجات بسيطه بنسميها مؤشرات منبئات قد تكون صحيحه وقد تكون لا، لكن لما احس بيها لازم اتوجه للمختص. ان احس ان طفلي ما بيحسش بيها لما بدخل الغرفه او بقفل ورايا الباب بقوه ما بينتبهش، بتبداي تشكي في السمع، ده اول حاجه، وبتتجهي لاخصائي متخصص في السمعيات بيقول لك السمع سليم. ببدا اتابع طفلي في الفتره دي لين الثلاث سنوات تبدا تظهر لي الاعراض كامله، هنا بقى الام بتلاحظ بقوه وبتبتدي تتوجه للمختصين. طبعا هو برامج التدخل المبكر من قبل الثلاث سنوات ان اكتشف، لكن برضه لازال ثلاث سنوات تدخل مبكر، ولو اكتشف لازال برضه مبكر، بس انا بفضل دايما ان الام تحس بطفلها ما قبل الثلاث سنوات. بالنسبة للأعراض لو حضرتك تحب نطرحها، طبعا أعراض التوحد احنا زي ما حضرتك قلتي في المقدمة هو خلل وظيفي عصبي في المخ، مشكلة في المخ. المشكلة دي عملية ليه؟ هي دي بقى الأعراض، تؤدي إلى فقدان في اللغة، ودي أهم شيء في اللغة، وفقدان في التواصل، الاثنين دول أهم محكين. نعم. والسمع؟ لا مش السمع، ما احنا دايما الام بتتوجه في البدايه للمختص السمعيات، بيشك كل الاهالي انه ما بيسمعش، بيلاقي ان السمع سليم. لا، السمع بيكون سليم، اعضاء الحواس كل شيء تمام سليم. لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، حياك الله يا دكتوره من جديد. يعني تكلمنا عن اهم السمات الرئيسيه والاعراض، خلينا ندخل يا دكتوره في المهم اللي هو العلاج. طبعا العلاج مبدئيا لازم نفرق بين حاجه اسمها العلاج السلوكي او العلاج التخاطبي او علاج تنميه المهارات والعلاج الدوائي. احنا لما نيجي نتكلم عن العلاج الدوائي احنا بنتكلم عن علاج دوائي لمشكلات مصاحبه للتوحد، يعني لو طفل التوحد عنده فرط حركه وعنده تشتت انتباه يبدا يتجه للطبيب المختص، طبعا اللي هو الطبيب العضوي بيشوف الاضطراب اللي هو فرط الحركه او تشتت انتباه ويديله علاج دوائي، لكن الاضطراب الاساسي وهو التوحد ملوش علاج دوائي. امال ايه العلاج المعترف به عالميا واللي اثبت جداره الى الان؟ اللي هو العلاج السلوكي، لعلاج السلوكيات، العلاج التخاطبي اللي هو العلاج بالجلسات التخاطب، العلاج تنميه باستخدام برامج تنميه المهارات، العلاج بالجلسات اللي بمعنى بسيط دخول الطفل للمركز وخضوعه للمختصين اللي هيقدموا له البرنامج العلاجي. البرنامج العلاجي كبرنامج طبعا ده عنوان شامل تحتيه برامج كتيره جدا، اشهر البرامج العالميه اللي اثبتت نجاح على مستوى العالم واللي معترف بيها اللي هي 40 ساعه تدريب على مدار الاسبوع اللي هو الاي بي اي، تحليل السلوك التطبيقي. وفي برامج كتيره جدا، يعني اهم شيء في اختيار البرنامج ان انا اختار البرنامج الملائم لطفلي، ثم الفريق العمل المختص اللي يقدر يطبق هذا البرنامج. واحنا عندنا في السعوديه ما شاء الله كتير من المراكز معتمده العديد من البرامج العالميه برعايه العديد من يا ريت يعني على اساس المشاهدين اللي قاعدين يسمعونا يحتاجون، يا ريت تذكرين لنا اسمك اللي تعرف. يعني انا بيشرفني دايما ان انا يعني على اتصال دايما بسمو الأميرة سميرة وجمعية مساندة أسر التوحد. دي بتقدم خدمات رائعة لكل الأهالي ذوي اضطراب التوحد، سواء في التوعية سواء في الدعم النفسي وحتى في البرامج العلاجية. يعني اسم المركز؟ لا، دي جمعية خيرية، جمعية مساندة، جمعية مساندة أسر التوحد اللي اسمه الأميرة سميرة. هي يعني غنية عن التعريف، وتقدروا الأهالي يتوجهون لها في كل الأوقات، بالإضافة لمراكز قوية وكبيرة طبعا، معرفش من حقي إن أنا أذكرها ولا لا. في مراكز قوية كبيرة طبعا على مستوى القطاع الخاص، في منها اللي تبع أمراء وفي منها اللي تبع ناس عادية. ممتاز، هذول كلهم مراكز تخدم التوحد، تخدم وكمان إرشادي برضو، تقدم طبعا برامج دعم نفسي. في نقطة مهمة جدا حصلت في كيف يعني التعامل أيضا مع هذه الفئات برضو، يعني اصلا التعيم. اتوقع انه يبغى له حتى الام تتعلم طبعا كيف تتعامل بالزبط مع طفلها التوحدي. يعني احنا عندنا في المراكز يعني بنقدم برنامج علاجي للطفل، بنقدم حاجه اسمها برنامج الدعم النفسي للام، وبرنامج الام الاخصائيه. يعني احنا كمراكز مختصه بنقدم ثلاث برامج على حد سواء. ممتاز. لان انا الاي بي اي بيقول لي 40 ساعه تدريب، طيب انا مهما اشتغلت مع الطفل الوقت اساسا مش هيسعني ان اقدم له 6 ساعات او من 6 ل 10 ساعات يوميا، فبالتالي لازم يكون في جزء من الساعات في برنامج بنسميه البرنامج المكثف اللي هو هيمتد في المنزل. طب هو هيتطبق ازاي في المنزل لو انا عايزه نتائج؟
في الحالة دي بيتم إخضاع الأم لبرنامج تدريبي لإعدادها لتنفيذ نفس الأهداف اللي بتطبق داخل المركز. الأم بتشوف من خلال المونيتور، من خلال الشاشات، إزاي بيتم تطبيق الجلسة. دي المعايير اللي لازم تكون في كل مركز واللي بنعتمدها في مركزنا وفي كل المراكز المعروفة، إن الأم بتتابع الجلسة، الأم بتكون موجودة شايفة. مش شرط، لأن أحيانا لما بتدخل الأم على الطفل بيحصل تشتت، لأن ارتباط الطفل بالأم جديد. فبنقول بتشوفه من خلال الشاشات، من خلال الشاشة بيتم إن هي بتتابع الحالة، وعلى أساس هذه المتابعة بيطبق البرنامج داخل المنزل. جميل جدا. طيب احنا هنالك دراسات يا دكتورة تقول إنه أثبتت إنه السباحة وركوب الخيل قد تفيد أطفال التوحد. طبعاً هي في حاجة عند أطفال التوحد، خلل المعالجة الحسية. يعني إيه خلل المعالجة الحسية؟ هقولها ببساطة، مشكلة إحنا عندنا الحواس بتاعتنا الخارجية بتستقبل الشيء أولاً وبترسل الرسالة الصحيحة للمخ، يدي الانطباع ابعد عن النار مثلاً لما نيجي نلمسها زي كده. الطفل المصاب باضطراب التوحد عنده خلل في المعالجة الحسية. يعني ببساطة كده ممكن لو قرصتي مثلاً سوري يعني ما يشعر بالآلام؟ لا، لو مش كلهم طبعاً، اللي عنده في تطرف في الحاسة، إما ما يشعر بالألم تماما أو يشعر بقوة بالألم. يعني مجرد لمسه كده يصيح كأنك عمال، ده تطرف في الحاسة ما بين القوة والإيه والضعف. لو لمستيه لمسة خفيفة كأنك سوري يعني قصيتي عليه، ومنهم إني لو قصيتي عليه بقوة ما يحسش. فالخلل في المعالجة الحسية دي بيتعالج حلو قوي بالبرامج اللي بتقدم من خلال برنامج علاجي، من خلال السباحة، برنامج علاجي من خلال ممارسة رياضة السباحة. برنامج علاجي مش أي يعني مش أي حد يتعامل، لازم يبقى المدرب فاهم كويس هو بيتعامل ازاي، بيتعامل مع ايه بالظبط، بيستثير انهي حاسة، بينفذ أوامر ايه من خلال الجلسة التعليمية. لكن هي طبعا مفيدة جدا. وفي كمان الدراسات من ركوب الخيل والدولفين واشياء كتيره قالوا ان الطفل اللي عنده اللي مصاب باضطراب التوحد بيتواصل بقوه اكتر مع الحيوانات. فالتواصل مع الحيوانات كان عنده اكبر من التواصل مع الافراد الاخرين، وهنا كان التدخل العلاجي من خلال استخدام الحيوانات والاشياء اللي زي كده. جميل جدا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا دكتورة. نرجع لك يا دكتورة، يعطيك العافية على الانتظار. طيب كنا نتحدث يا دكتورة عن العلاج بالنسبة للأطفال التوحد. طيب خليني أسألك، هذا بالنسبة للعلاج السلوكي والعلاج المعرفي، هل ثبت هنالك علاج دوائي لمرض التوحد؟ لا، إلى الآن لم يثبت أن هناك علاج دوائي. بس يعني اغلب الاطباء بتحب تكتب الاوميجا 3، واحنا كلنا بنفضلها حتى لاطفالنا العاديين. الاوميجا 3 حتى موجوده في طعامنا العادي، المكسرات، السمك، السلمون، البروكلي، هذه الاشياء في منها سوء ادويه لتنشيط الذاكره، لتركيز والانتباه، ولكن دي ما بتعتبرش دواء علاج دوائي، دي بتعتبر مكمل غذائي. اما علاج دوائي بمعنى ببساطه حبه تؤخذ من الفم زي اي مرض زي الضغط او السكر او فتصبح، لا الى الان لم يكتأمنين من الله ان شاء الله ان يتم الاكتشاف للعلاج الدوائي. كلنا بنسعى والعلماء بتسعى، لكن الى الان المعترف به عشان نصيحه لكل الامهات. حتى هنالك يا دكتوره ايضا حميه خاصه لاطفال التوحد. الحميه ما هي الحميه مش علاج دوائي، ده اتجاه اخر من الاتجاهات يعني العلاجيه، هي التغذيه العلاجيه بالظبط. ده اتجاه اخر اللي هو اللي بنسميه التغذيه العلاجيه، اللي هو يعني مش قوي قوي تساعد، ممكن تساعد على خفف بفئة معينة اللي عندها مشكلات في حاجة اسمها التمثيل الغذائي. ببساطة كده عنده مشكلات في المعدة، الله يكرمكم، دايما انت بتحسيها، فالطبيب بينصح بالحمية. بس الحمية برضو ليست علاج دوائي وليست علاج قاطع، يعني مش معنى ان انا ابني هيعمل حمية خلاص يبقى هيشفى من التوحد. طبعا ان شاء الله اولادكم جميعا هيشفون من التوحد، لان ما خلق الله من داء الا وجعل له دواء. ولكن بمعد، هو إلى الآن لم يكتشف الدواء ولكن الله مؤجله إلى ما عاد. صحيح. طيب خليني أسألك عن شيء مهم برضو دكتورة، هل طفل التوحد أو الشاب الذي لديه توحد هل يستطيع التزاوج، وأيضا هل إذا تم الزواج هل إمكانيات حدوث أن ينجب أطفال أيضا لديهم هذا الاضطراب؟ سأليني عن رأيي أنا الشخصي بخبرتي وبنظرتي لهؤلاء الاطفال على مسؤوليتي الشخصيه، يقدر ان هو يتزوج. انا شفت اطفال اعرف تماما مهنيا انهم يستطيعون
ان هم يتزوجون بالشكل العادي للرجل. النقطه بقى اللي احنا هنتكلم فيها هو مؤهل لفتح البيت اجتماعيا ولا لا؟ لكن بيولوجيا ايوه هو مؤهل، لكن مؤهل هو مؤهل لفتح البيت ولا لا؟ خلينا منطقيين، انا عندي مستويات من التوحد، بنصل بالاطفال لمستوى للتواصل جميل جدا مع الاخرين، بنوفر لهم وظائف من خلال الشركات اللي بتدعمها. فاذا هو لو كان عائل لبيت قدر ان هو يبقى له وظيفه في نفس الوقت، قدر ان هو يتواصل بالكلام وباللغه ولو بشكل من 80% ل 90% ليس ب 100%، اذا هو قادر على التواصل الاجتماعي وبيولوجيا قادر. احنا النقطه اللي بنتكلم فيها احنا بنعده انه ازاي يكون اسره اجتماعيا، يعني احترام العادات الاجتماعيه، التعامل مع الزوجه، التعامل مع الابناء. قريبا جدا ان شاء الله هيظهر للاعلام نماذج من مما احكي عنه. قريبا جدا جدا شباب التوحد على اللي انا بشوفهم قدامي واللي بتعتني بيهم الجمعيات المختلفه وانا شايفاهم، قريب جدا هتشوفوا عرس لطفل لرجل توحدي. دي اول نقطه يعني بنتكلم فيها، بس النقطه اللي باكد عليها ان انا عندي مستويات، فانا ما يبقاش توحد شديد واقول ان انا هاهله قريبا للزواج. انا بتكلم من فئه معينه اللي هي تخطت مرحله الشده وتخطت مرحله كبيره من التدريب والتاهيل المهني والتاهيل الاجتماعي. صحيح. ده غير التأهيل المهني والتأهيل الاجتماعي، غير بقى البرامج اللي احنا بنتكلم عنها. التأهيل المهني لما بيبقى عندي الشاب بلغ او وصل لمرحله البلوغ والمراهقه بنبدا نعمل له برنامج اعداد مهني، ان انت لازم هتدخل سوق العمل، لازم تعتمد على نفسك، لازم نشوف ايه الوظيفه اللي تلائم قدراتك الجسمانيه. لان انا عندي اطفال توحد مثلا بيبقى عندهم بنسميه عبقري، بيبقى عنده الذكاء تكون عاليه، هو عموما نورمال ذكائهم، يعني حتى الاي كيو اللي هو اختبار الذكاء ما بنعتبروش محك للتشخيص، بس هو بيبقى عنده ذكاء ميكانيكي، يعني في الحاسب الالي اللي هو الكمبيوتر تلاقيه بيعمل برامج ويدخل في حاجات اشياء قويه جدا في القران والحفظ، الحفظ الذاكره عنده، الذاكره واستدعاء الاشياء. اطفال حفظوا القران كامل، تذكري له رقم الايه يجيب لك الصوره. شفنا النماذج، الميديا مليانه والسعوديه هنا في عندنا نماذج كتيره جدا، ومصر في على مستوى العالم العربي موجود. اللي احنا بقى بنتمناه الحكومه شاكرين ليها هنا السعوديه، نتمنى كل الحكومات العربيه تعمل ده، دعمت الاسر في ماديات تحقق نفقات المركز. هذا انا كنت حاطرح عليك سؤال، لانه فعلا تكلفه الطفل التوحدي تكلفه جداً عاليه جدا، حتى اكل له اكل خاص كل شيء. انا علشان اوفر برنامج شامل للتوحد يعني بوفر له اخصائي نفسي فريق عمل، بوفر له طبيب، بوفر له اخصائي نفسي، بوفر له اخصائي نطق وتخاطب، اخصائي علاج وظيفي، اخصائي غرفة.